هيك شيء. طبعا عندنا رايت دوم وليف دوم قبتين. رايت دوم اللي يصير فوق الليفر هنا بهاي المنطقه تيجي الدايفرانجال، وعندنا ليف دوم اللي تيجي باتجاه الاستومك اند سبلين اون ذا ليفت سايد. اوكي سو هذا اول نقطه نفهمها انه دايفرام سيبريتنج ذا ابدومينال كافيتي فروم ذا ثراسيك كافيتي. السكند بوينت لون عندنا البلفس. البلفس هذا قدامكم اللي هو عباره عن هيب بون، رايت هيب بون اند ليفت هيب بون. ان فرونت ليست تو هيب بونز بالضبط articulate together in a joint called symphysis pubis. هاي قدامكم هذا symphysis pubis. طبعا هذا cartilage تمام. while posteriorly the two hip bones are articulated loose mounting قدام الفيراتم سويته لا via sacrum اكو فيراتم sacrum. So we have right hip bone articulated with the sacrum عن طريق the right sacroiliac joint هذا joint هنا. And we have the left hip bone articulated with the sacrum, عن طريق sacroiliac joint. هذا الخط اللي أشر عليه هو left sacroiliac joint. شباب كلش مهم. طيب سؤال هنا احنا عندنا بلفس كبلفل كافيتي و ابدومينال كافيتي. الدائرة شبيهة هذه هاي المنطقة هي ابدومينال كافيتي. البلفس الحقيقي ذاك جوا التوب بلفس. ها هسه اقول لك هذاك اسمه التوب بلفس. اذا تسمع واحد يقول لك بلفل كافيتي ما يقصد بها بالمكان اللي اشر عليه. لا والله صور ماكو ذاك اللي جوا اشغلناها كلنا شغلناها اكو ذا شاشة له. اي والله تمام اي فديس سبيس هذا بيلونجز تو ذا ابدومينال كافيتي. اذا اريد نتكلم مور سبيسيفيك اقول هذا يسمونه فولز بلفس الكافيتي اللي هو تبع الابدومينال كافيتي. بينما ذاك اللي جوا هذا اللي جوا هو التوب بلفس اللي هو بلفل كافيتي بروبر اللي هو اللي تسمع كلمه بلفل كافيتي يقصد به الترو البروبر اللي هو هذا اللي كونتيننج البلادر والاترس وال والاينال كنال اند سو. بينما هذا البارت هذا قاعد اتكلم عن الدام شيبي وجزء من الابدومينال كافيتي. So let me do the method with separating the first pelvic cavity of the abdomen from the true pelvic cavity. We have this pelvic brim هذا الدعشة أو الحافة العظمية هاي اسمها pelvic brim يعني سمس الديوبس الديوبك الجوبركل الديوبك تراكت وهذا البلفيك برن اللي هو هنا عندنا برومنتري اوف ساكرم وهذا هو الالي اوف ساكرم على اليمين وعلى اليسار كلها تسوي لي هاي الحافه العظميه اللي تحتها اكو سبيس اسمه بلفيك كافيتي وفوقها اكو سبيس واسع اسمه ابدومينال كافيتي او نسميه فورس بلفس. هذا جزء فقط نسميه فورس بلفس. اذا ون اوف ذا فريم ورك ستراكشرز اوف ذا ابدومينال كافيتي هو البلفيك برن. طيب سؤال شو يسمون هاي المنطقه اللي تبع الابدومال كافيتي؟ يسمونها الياك فوسا. شفناها قبل شوي الياك ريجن قلنا الياك فوسا. So the iliac fossa is a space present in front of this bone اللي هو الاليوم. هذا البون المفتح الفلات بون اسمه اليوم. وهاي الحافه اللي فوق اسمها الياك كراست. كراست. فوي هاف الاليوم اليوم بون where we have the iliac crest. تمام؟ So this is the abdominal cavity from above عرفنا from below عرفنا. Posteriorly we have the vertebral column طبعا اكيد from the L1 to the L5 include طبعا من الفقرات القطنية اللي هي L1 L2 L3 L4 L5 forming the framework or the vertebral column parts that construct the skeleton of the abdominal region. لأن تفور ما عندك ما عندك عمود فقري، طايف من الابدومن. من تبعي ينزل الثراكس وهي البلفس. مو؟ ما في لازمة، بس بدون هذا العمود الفقري وهاي البونز من دانا ومن دانا يعطيك هذا الشكل مال الابدومن مال الانسان واقف وقاعد الله مديها التناسق الجميل للابدومنال ريجن. طيب والفراغات الموجودة الأخرى ما بين هذا اللور 6 ريبس والبلفيك بون جوا والبلفيك كولم من خلف
شنو اللي يعني شنو الفراغات هاي الموجودة؟ They are closed by abdominal wall. Abdominal wall. ما قلت anterior or posterior. Abdominal wall. What are the abdominal wall؟ من جهة الأمام عندنا anterior abdominal wall، من جهة اللاترال هاي مسدودة من فراغات باللاترال abdominal wall، و posterior we have posterior abdominal wall. وكل wall له محتوياته. عندنا بالمحاضرة بدينا بالأنتيرا abdominal wall. أو احنا بالضبط خلينا نكون دقيقين لأنتيرولاترال أبدومينال وول لنفس الستركشرز أنتيرولاترال أبدومينال وول هذا هو المدلاي الشباب ومن هنا ومن هنا عندنا أشياء متنابرة أنتيرولاترال أنتيرولاترال أبدومينال مسكوليتشر من هنا ومن هنا راح نبدي هسه نتكلم عن الابدومينال وول الانتيريور ابدومينال وول مثل ما قلنا مصطلحات عرفتوها قبل شويه من نقول ابدومينال مسل وي هاف تو بارت مسكولار بارت اللي هو الفلاشي بارت وابونيروتيك بارت اللي هو المنطقه اللي جوا اللي هي تندن يعني تندن لارج او فلات تندن فذيس از ذا مسل مسكولار بورشن And this is the aponeurotic portion of the same muscle. هذا واحد. اثنين, these are skeletal muscles, وبالتالي هذا attachment to the skeleton, والـ skeleton يعني bone. فعندنا هذه المسلز attachment to the lower ribs. حتى نسميها skeleton. و attached to the parts independent bone. Independence يعني. شغلنا وشغلنا. حتى تشتغل. تمام؟ هتسوي بندنج يسوي يعني لاترال بندنج روتيشن اوف ذا يعني ترانك يجي من دي يسوي هاي الحركات حالتنا غير مربوطه بمكان وتسحب على مكان ماشي هسه انا اتشلف هذا المكان واسحب على هذا المكان يا ولد ثابت في هذا ويا متحرك على سر هذا تمام اوكي سو تشوفون وي هاف ثري ليفرز هنا مثل ما قلنا قبل شوي قلنا اكو سكن وفوق السكين اكو شنو؟ اكو تحت السكين اكو شنو؟ فيشة اللي سميناها superficial fascia وديب fascia اذا كانت موجودة. After that the muscles. تمام شباب؟ خليني شوي اروح اسوي شفت لل ادور سكن عادي ادور سكن نعم مثل ما قلنا الفيرست اير اوف ذا ابدومينال وول هو السكن. السكن اوف ذا ابدومين شباب ما يشوفوش يسكن ذا انت قبل ما انت ما دار شوف هذا اي بس خلينا نشوف ذني اذا اكو سكن او انت قبل ما انت اكو شيء في السكن وانا كومبليت لا هذا كومبليت ما لا هذا هذا كومبليت بس مو ولا يدور هذا هذا اخوان سافر بتاع السماء
هذا أول لاعب بالمباراة بالشكل ده. هذا شو إذا محزوش شيبي؟ سكين ماكو أي ماكو سيستم بيجي الأبد النبي هم هاي الأبد النبي هاي سكين يطلع ما يطلع سكين لا ما يطلع لا ما يطلع لا ما نعرف هذا الميل ولا بس سيستم ماكو يطلع سكين يعني إذا شوفون سكين بيكون الماكو أونلاين this view ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا. This is the abdominal يعني wall from anterior view. تشوفون هاي الأمبلاكس كلش evident يقول لنا. Okay. هاي المنطقة قسمناها قبل شوية إلى right hypochondrial, epigastric, left hypochondrial, right lumbar, umbilical أو الأمبلاكس و left lumbar ثم right iliac و hypo gastric أو يسمونها مرات يسمونها suprapubic pubic region suprapubic و left iliac region تمام؟ طيب هذا السكن لما انت تشوف عليه اكو اغلب الناس خصوصا الميل يكون هير سكن صح؟ هير سكن اكو بي يعني سم سورس اوف هير اون هير فوليكل واكو اختلاف بين الاشخاص اكو واحد كل المنطقه هاي فيها هير واكو واحد كل المنطقه بس بالوسط واكو واحد بالابر بورشن واكو واحد باللور بورشن الى اخره. وبالنسبه للفيميل اغلبهم يكون الهير بس اغلبهم حتى اذا كان اكو هير يكون بيت فايت هير لايك ولايك تمام؟ هاي واحد اثنين السكين بيشرب الجلاند؟ نعم بيشرب الجلاند عادي بيشرب الجلاند عادي حالة حال بقية السكين في كل مكان بس الفكرة ما تبقى يكون هي السكين لأن أخواتها بتكون نون هيري وأخواتها بتكون هيري هذا واحد اثنين if you remove the skin مفروض إذا قطعنا جوا السكين كلش طفر طفرة قوية تحت السكين عندنا الفيشل والفوش اتفقنا احنا اليوم انه وي هاف تو بورشن او تو تايب في كل مكان بالبدي عندنا سوبرفيشال فيشيا ودي فيش. السوبرفيشال فيشيا هي عندي تنفع وياها بطوله here the superficial fascia it can compose of two lamina. The most superficial lamina is fatty, containing fat. كل ما كان الإنسان نحيف تكون thin. كل ما كان الإنسان سمين تكون thick. طبعا هذا يعتبر storage for fat. والفات محتاجين احنا وقت ال starvation وقت ال trauma وقت ال stress لأنه يعتبر source of energy تحولها من وإلى تمام عن طريق الهايبوليسيس الكيمياء خدتوها يمكن وبالتالي هاي الكومبنسيشن هي يعني فاليبل اما يعني ثيكنس حسب الانسان وطبيعه الانسان وضع الانسان اوكي طيب دي تو مكان بنسيشن وي هاف ممبرينس فيشن اللي سميناها سكاربس فيشن
اوكي؟ السكابوس فيشيا كونتينيو الويب في الابدومينال وول شباب، هذا الابدومينال وول موجود، لما تفتح تلاقي سكابوس فيشيا. And then when you are reaching here in the region of the lower abdomen, it is directed, or not directed. Regarding the lower limb, high-risk scapus fascia will continue with the deep fascia or the deep fascia, or the thigh. And if you are not in the deep fascia, you have to go deep by deep. No. So the membranous lower with the deep fascia of the thigh, continuous. So the nafis will be deep fascia of the thigh. While here in the region of the perineum or area of genitalia, it's called perineum, I'm not talking about perineum, I'm not talking about perineum, whether male or female. The superficial fascia that comes in the scapus fascia will continue to stimulate when little organs of the perineum, not even have a male, they can male for around the penis, and you will, the organ of the male, it's only for يعني فد شيت لايك ستراكشر اراوند ذا بينس يسمونها بوكس فيشيا، هي نفس السكابوس فيشيا بس نغير اسمها لما تطبق في البينس سموها بوكس فيشيا بالبي وليس بالبي بوكس فيشيا اوكي؟ طيب منطقه السكراتم اللي تحت البينس اذا اكو نفس اللاير هذه استمر تدخل بالسكراتم تسوي لايننج يسمونها كوريز فيشن. إذا السكابوس فيشن بالأبدومينال وول هنا بالأبدومينال وول هنا اسمها سكابوس فيشن. بمنطقة البينس سميناها بروكس فيشن. بمنطقة السكراتم سميناها كوريز فيشن. وترجع مرة ثانية تستمر مع الأبدومينال فيشن. هاي ايش قاعد أدخل بها المعلومة؟ لأنه sometimes يصير عندنا بالابدومينال كافيتي كولكشن اوف فلويد، واحد عنده عجز بالكبد، عنده عجز بالقلب، عنده عجز بالكلى، المهم صار عنده فلويد مي داخل البريتونيال كافيتي. يقول انا عنده مي بالبطن، ويسحبوا له مي اكيد شايفين ايش حاله يمكن تنترس بطنه مي خطيه، الله عنده لترين ثلاثه يسموها اسايتس. هاي الحاله يسمونها استسقاء استسقاء البريتونيوم أو البريتونيوم كافيتي اللي هو نفس الأبدومينال كافيتي كما كان. هذا الفلويد راح يأثر عليه، راح يضايق بالتنفس بالحركة. من ضمن الأشياء اللي راح نلاحظها بالأساتيز إنه الفلويد يحاول يقلب مرات وين ينفلكس يروح يقلب مرات يطلع. فما دام اكو سكابوس فيشيا تمنع انه يطلع باتجاه الهواء برا. اوكي؟ يقدر ينزل ممبرين. اوكي؟ ممبرين اسلوب. يحاول ينزل وياها حتى يشوف وين اكو بها منفذ. راح يلاقيها تفتر وين طب؟ على البينس. فيطب وياها هناك. والطب على السكراتم كوليس بيشن فيطب وياها هناك. فالبيرس هذا لما يوصلون اطب يعني بالمستشفى الدامون. لما يشوفون واحد عنده اساتيس وتكشفون منطقه الجينيتاليا راح تلاقون البينس مالته والسكراتم هلكوا ما تصير. المعلومة ليش؟ لأن الفلويد اللي هناك نزل فات ويا الكوريس فيشيا ويا البوكس فيشيا، فهذا إثبات على أنه السكابوس فيشيا is continuous inside the penis as a بوكس فيشيا و inside the scrotum as a كوريس فيشيا، وهذا يفسر continuity of the passage of fluid from the peritoneal cavity to these regions يعني بالنسبة للمان. طبعا الفيمن هو يصير بهذا الشكل بس بطريقه اخف. يصير اكو تورمات بمنطقه البريليا بس لانه ماكو اورجانز لايك ميل بتشوفوها الشكل قليل التورم او الارتفاع بوجود الاودما او الفلويد هناك بمنطقه الليبيا ميجورا او ذا بريليا او ذا فيلي. اوكي شباب؟ طيب بس الان عرفنا سكين وكابوس فيشيا وسكابوس فيشيا وين راح السكابوس فيشيا تمام؟ طيب ديب تو السكابوس فيشيا المفروض اكو ديب فيشيا وذير از نو ديب فيشيا او حتى ما نخلص من الحرج نقول نيجليجبل اماونت اوف ديب فيشيا. طيب افتر ذات تبدا عندنا المسلز اول شيء طبعا افتر ذات اللي صار فيشيا.
المسلز هي الموضوع لليوم. خلينا نرجع عند هذا الاطلس الاولاني مالتي، ما اعرف وين صار. يمكن هذا هاي المسلز. بعد سوينا ريموفر للسكن والكاربرز والسكاربرز، وحتى اذا عطوا ديب فنشدناها فصارت عندي قدام الصوره كلش واضحه. وهذا ابدومينال ماسكوليتر انتيرو لاترال. This is the most superficial. اسمها external. External. مو internal. Oblique. مو straight. Oblique مائلة. ما هي مائلة. و external oblique مصر. هي مصر. Okay. ليه سميناها external؟ هي مرة طبعا. ليه سميناها oblique؟ هي direction مائلة. Downward. Forward. And medial. شايفين واحد بيحط ايده بجيب القمصرة؟ القمصرة القمصرة مو الشاكيت هذه، القمصرة هاي مالة بالضبط. اعتبر اصابعها هي الدايركشن اوف ذا فايبر فورورد بس داونورد وميديال، فهي اتجاه الفايبرز او ذا اكسترنال اوبليك مصر. طبعا موضوع الاوريجن والانسرشن انسوه من مخيلتكم. لغة التسميات بالكتب الحديثة there is no insertion origin. شوف الجواب طلع تمام؟ فبس external oblique muscle has attachment, superior attachment و inferior attachment، أو يسمونها proximal attachment, distal attachment. بس نرجع في بعضنا مدرسة. الآن موجود هذا الأحشية. مش الاثنين. الآن موجود بعض من هذه كل اسمه مختلف عنه. تمام؟ حتى بس مدلكم مع موضوع insertion or younger insertion، الغوا تسمية insertion origin عندكم. لأنه نفس العملة مرة الانسيرشن يصير origin ومرة origin يصير insertion حسب الاكشن مالتها. أعطيكم مثال، أنتم ماخذين مثال هذا مفروض. البكتورالس ميجر اللي هي هاي قدامكم بعض شباب. وين اتاشت؟ الاسترنال من جهة والهوماس من جهة. هي المفروض نعرفها تسوي لي ادكشن اوف ذا ابر لين. هسه انت هاي الحركه من تسوي هيج وترجعها بصير اكو مقاومه، تحس حالك مخلص العضله مالت الباكتورالس العضله الصدريه، اوكي؟ بس اذا يجيك واحد بالطوارئ، انت قاعد عجز بالطوارئ طبيب والجو كلش عاصف وغبره من هاي الاشعار العراقيه تعجبك والناس عايقه بالطوارئ، ناس بخاخات وناس اوبر وناس اوكسجين، وجاك واحد وحط ايده على الميز مالتك هيك سوى الميز ما قلت بعد عليه هيك حط ايده على الميز دكتور الحبيب سوى لك هو بدا يستهزئ بيك سو هو ثبت الاوريجن مالت البكتورالس ميجر كابر للنحت ما يتحرك فشلون يسوي البكتورالس ميجر؟ قال تسحب على الشيست وتسحب حتى توسع الصدر فصارت اسمها اكسسري مسلز اوف ريسبيريشن مو الدكتور او الابرن اسمع عليه حكي حكي كبير هذا حكي جديد عليك هذا الحكي افهم شو تفكر بالتشريع وظيفيا وظف معلومه وظيفيا لك فلما نشوف احد مسوي هالشكل ترى مو استهزاء بيك وسوى على الكرسي هالشكل او الميز من على وقت اللي يقول المثل يقول بالحياه الروح يريد بس شيء يساعده بس هو باي تريكس هو الرجل هذا بعد متعلم يبدا قام ينزل في شيء حتى شو يسوي هاي الحركه؟ ثابت الاوريجن مال البكتورالس ما يتحرك الابرلين غصبا عنه يتحرك من هو الاسترنال فيصير الانترو بوستير دايمتا الانترو هذا اللي جاي داخل الصدر يتوسع فيصير دايم بريشر فيدخل هواء من الخارج للداخل فصار عنده اكسسوري يعني مساعد للتنفس صار اسمها العالميه هاي بكتورالس ميجر نفس الفكره بالنسبه لنا عندنا لما نسوي حركه بالابدر من الشكل لما نوح لما نوح شكل ولما نعفس بالتواليت انت دبليو سي حتى تسوي ايفاكيويشن تتقلص بطنك حتى يو ايفاكيويت الكونتنتس اوف ذا ريكتم شكل كل شيء الى مكانه والى الى فانكشنز مالته فبالتالي نفس كلمه انسيرشن واوريجن عموما ذيس از ذا اكسترنال اوبليك تشوفون فيها مثل حزم 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 هاي يسمونها ديجيتيشنز دي ديجيت اسمع ديجيتيشن يعني كانما هيك مبلعه بس عندنا دول مثل العرب يسوي الشكل تطلع منها شيء يسمونه من الشعرين مو يسمونه من الشعرين تبعت الحديد وين كنت؟ تبعت الحديد
يبني الحضاره المنشاريه وحضاره ما اعرف ايش وحشيات وكلاوات. فذيس از بي ديجيتريشنز، كل ما ضخم الحضاره تبين هذه الاصابع اللي ماخذه اوريجن. هي طبعا ثمانية يعني اللي هو 8 ريبس تنطيني اتاشمنت للكستمر اوبليك. احسب من رقم جد احنا 12 تقريبا رقم 4 يمكن او الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر 11 12 هذول يعطوني نبو الاوريجن والاتاشمنت للكستمر اوبليك. تمام؟ وين تروح باتجاه الميد لاين يصير بها انسيرشن اذا سميناها انسيرشن عن طريق الابولنوسيس. This is the apolnosis of Kistener oblique. ال Kistener oblique هاي شباب اكو بيها من جوا كلش منطقة نهاية البطن بيها فري ايدج مثل ما هسه صديقي مالتنا بيها فري ايدج حافة حرة هاي بيها فري ايدج صح؟ ها؟ وهاي الفري ايدج هاي مالتي هسه مكفوفة بيها كفة صار بقلورة يعني شو مسوي الخيار؟ مسوي انرولينج ايش؟ مكافة كافة كافة تعرفون بالخيار ضد زين انرول شنو انرول؟ ملفوفة على نفسها القماش نفسها هذا مال الكستنر اوبليك رايح اوت مو من برا ملفوف بالعكس شايفين كفه اللي برا؟ يقول انا لابس من ابوي يجي هو الكفه تكون دائما انرول اسمع 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 انرول لور فري ايدج اوف كستنر اوبليك كل كلمه هي معنى انرول انرول لور مو ابر ولا ميدل ولا لاترال لور بس فري لان هي فري يعني شنو فري؟ يعني اقدر ادخل اصبعي اني جوا هاي الايدج مو مربوط يعني فري ما بي اتاتشمنت ما بي انسيرشن هنا فقط عندي انسيرشن بهذا المكان وبي اتاتشمنت بهذا المكان يعني انتيريور سوبيريور اليك سباين وبيوبك تيوبركل هاي النقطتين فقط مربوط بها الاكسترنال او ويك ايدج وما بين هذا وهذا فري ايدج اقدر افوت من جواه تفوت الي جواه اوكي اتفقنا ليش فري؟ انرول فري ايدج اوف ذا اكسترنال او ويك مصر هذا الانرول لور فري ايدج له اسم يسمونه انجوانو ليجمنت اذا عرف الانجوانو ليجمنت اللي راح اشر عليه هسه هنا هو It is the lower enrolled free edge of the external oblique between the anterior superior iliac spine and pubic tubercle. لا بواسطة. هذا تعريف الإنجوانال ليجمنت. إذا هو جزء من الإكسترنال أوبليك، بس يا جزء الفري ايدج اللور انرولد بتوين هاي العظمان وهاي العظمان. والأدرس بعض. تمام؟ إذا الكستنر أوبليك هذا أبولنيروسيس لور إيج بها ترتيب معين سميناه الإنجوانا والجمال. إذا نروح على اللير الثانية اللي هي هاي اسمها انتربل أوبليك أبولنيروسيس هي نفس الترتيب هم جاي من اللاترال سايد ماشي يعني وماخذ أوريجن فروم ذيس إلياك تيوبركل اللي ذكرهم قبل شوية سوينا هذا السكيلتن يعني منها جاية هي بالضبط هاي منها رقبة البارت هذا البارت هذا تاخذ منها اوريجن من هي هاي الانترنال اوبليك الانترنال اوبليك تمام وايضا هذا الانتيريور سوبيريور اليك سباين قلنا مربوط بالانجوانا ليجمنت هنا قبل شويه قلنا مو صحيح هذا المكان من هنا هذا الفري ايج هنا موجود يا شباب لا اكو قلم ما اكو قلم هنا تمام اوكي هذا الفري ايج ايضا اللاترال بورشن مالته هذا الجزء اللاترال يعطيني اتاتشمنت لهاي المصل اللي هي انترنال اوبليك مصل فالبون يشترك بالاورجن مالته واللاترال بورشن اوف الانجوانر ليجمنت اللي هو هنا ايضا يشترك بالاتاتشمنت مالته وهاي المصل شلون تروح؟ شكلها كالتالي هي فورورد وميديوري بس ابورد مو داونورد مثل ديش الاولانيه هسه رايت هسه انا مغمض هسه عندي هاي فايبرز فورورد هاي فورورد ميديالي هاي ميديالي داونورد صارت اكسترال اوبليك ابورد صارت انترا اوبليك فيعني العضله هالشكل هي اختها هيك مسوياتها
تقاطع اكو بيناتو داش يعني متقاطعات بس لين نسيج مال القماش نتفرع اي مكبره تلاقي فرد سالي خط نازل حتى شو يصير يعطي مش نتورك سبورت للابدومنا رول اذا كل هالاتجاه هذا اقدر اني ادخل بسهوله اسوي سيبريشن للمسل ويصير عندي مشكله بس لما هالشكل ينظم النسيج مالت العضلات واحد يساعد الثاني يصير عنده سبورت نتورك او مش سبورت of the muscles. إذن هاي external oblique و internal oblique. طيب السؤال وين تروح هاي internal oblique؟ هل بيها بيها fleshy part يعني muscle part هذا قدامكم تمام عيني وبيها شنو؟ وبيها aponeurosis اللي هي هاي اسمها flat tendon فهي هاي aponeurosis of internal oblique. والعضلة الثالثة لا تسمحوا لي هاي الانترنال في المنطقة هاي الانترنال شباب شوفوا أبورد راح علم الثاني وهاي الأبوردانس مالتها تمام عيني هل بيها في الترتيب باللور بارت مالتها خلينا نفكر كل عملة بيها بتشي غريب باللور بارت مالتها اللور بارت اوف ذا مسل ذس مسل اللي هي الانترنال اوبليك قسم للفايبرز مال المسل زعلانين ونازلين وحدهم رايحين بطريق وحدهم هذول الفايبرز مالت الانترنال اوبليك مسلز يسوون سبايرلينج اراوند ذا سبرماتيك كورد شو سبرماتيك كورد؟ اللي كونتيني ستراكشر بانت ذا تيستس بالنسبه للمياه ماشي؟ يسموه بالمصطلح العربي الفصيح الحبل الخصوي سبرماتيك كورد فهاي الفايبرز تفتر او تلتف كغطاء حول السبرماتيك كورد بشكل لولبي هالشكل هذا البارت يتغير اسمه مثل ما لسه شوية قبل قلنا غير اسمه الاكسترنال اوبليك الى الاجوانا اللي قبل هاي غير اسمها الى ايش؟ كري ماستريك مسل هاي الفايبرز فروم ذا لور ايج اونلي هاي قدامكم بعض فروم ذا لور ايج اونلي انترنال اوبليك باسز اراوند سبرماتيك كورد فروم ذا كري ماستريك مسل طبعا ليها وظيفه خاصه تسوي كري ماستريك ريفلكس تسكس اكبر باتجاه الابدومين لما الواحد يظهر يحس التستس تنسحب يفرق شباب شايفين هاي الحاله لانه اكو كونتراكشن بهاي المصل الفايبر فتسحب بولينج ذا تستس تروح للابدومن اللي هي شوي دافيه خاصه بالشتاء فحتى الاورجان اللي هو التستس تحتاج حراره تمبرتشر تبقى عايشه فيحتاج تكون قريبه من مصدر الحراره اللي هو الابدومن والكارج يكون دافي اكثر بالصيف تلاقون التستس ريلاكس اكثر باعتبار هاي المصل اللي اتكلم عليها ريلاكس فحاول تبتعد عن الابدومن كاوتي حتى تاخذ بروده من الجو الخارجي اما فوق تمام؟ فاذا منها انترنال اوبليك مصل اللي هي ايضا سكند لاير اوف ابدومينال وول خل اسوي لها دايسكشن هاي العضله الثالثه او اللاير الثالثه اللي اسمها ترانسفيرسس ابدومينس شوفوا كل الفايبرز عدله افقي 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 الى اخره صح ولا غلط؟ هاي الثيرد اعمق وحده ترانسفيرسس ابدومينس اللي هي ايضا بيها فلاشي بارت وبيها ابونيروتيك بارت تمام؟ طيب اذا بسوي لك سكشن هاي ابي مجال؟ لا ابي مجال شنو وصلنا؟ وصلنا المفروض مو هالشكل يعني رسم فراغ اكو ترانسفيرسس فلاشي واكو كريتونيوم اللي هو سيرفس ممبرين اكو ترانسفيرسالس فيشيو تكون شفافه كلش تقدر تشوف من خلالها كلش رقيقه شلون تكشي يعني نايلون والكريتونيوم ايضا يكون سيرفس ممبرين تمام هذا هو اللورنج مالت الابدومينال و هذا الاترول اذا اتكلم عني وشويه انتيريالي اذا اروح انتيريال شنو قصتهم؟ هاي الانتيرال بورشن اوف ذا ابدومينال وول اكو ترتيب معين بيها بيها عضله خاصه اسمها ركتس ابدومينس مسل اللي هاي قدامكم لو تشوفون اكو مقطعه الى قطع هاي القطع مو يوصل اللي يوصلها هذا التندينيوس انترسكشنز تندينيوس يعني فايبرز تشو بس انترسكشنز تمام؟
فهاي يسمونها نايس الباكس 6 باكس 1 2 3 4 الى حسب الاستراتيجيه عندنا 3 انترسبشنز و 4 انترسبشنز عندنا هو على التسامي مع رب العالمين تمام هاي وحده اثنين اسمها ريكتاس لان هي عدله يبقى نطول للطول اتاج فروم اباوت تو ذا سترنم وزي السترنم بالضبط ولور اتاج تو ذا بيبك بون بيبك سيرفيسز بيبك بون تمام وربطها مع بين هذا وهذا فلما الواحد يسوي هاي الحركه اكيد بيشغل عندها ركتاس عند مناس بصر لما يروح خليفه الاصبع هنا يتقلص عندي يصير ابدومناس ريفلس ابدومناس مصر بس الكونتراكشن بتحاول تحافظ على شيء الابدومن حتى بيصير يعني بانجرس ابدومن تطلع لي قدام وترجع لي ورا تطلع لي قدام وترجع لي ورا شايفين ولا عندهم بطن كلش مكرشه او عندنا فتق لما يقول خطيه تطلع وتشيل يرجع لانه ماكو شيء يحمل الابدومن الوول متمزق العضلات متفرق العضلات اللي بالابدومن الوول بتكلم عليها قبل شوي الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانسفيرسس وحتى الرتس ابدومناس. This is one. And the other one شباب باعوا اوكي هسه اكو فد شيء هنا موجود another muscle small طبعا شكلها small لاين مضافه الى الرتس ابدومناس اخذها يسمونها هاي العضله يسمونها بيراميدالس بيراميد هرميه الشكل بيراميدالس تقريبا موجودة 40% او اكثر شوي من البوبيوليشن ما كلش مهم هذا شو هو يعني ما معناتها حيز كبير بس هي موجوده 30% او اكثر حتى مرات بيراميدالس مصل اللي موجوده نفس منطقه الانتيرو ابدومينال وول باللور بورشن نير ذا سيرفيس بيوبس اذا ملخص الكلام ذا انتيرو لاترال عندنا اكسترنال اوبليك شباب وعندنا انترنال اوبليك وترانسفيرسس ورفتس ابدومينس والبيراميدالس مصل اوكي انت هسه بيالا يا مصاري اللير الاولى اذا هاي شو اللي قدامك هي ابونوس او اكسترا اوبليك لما اسوي دايسكشن عليها وازيحها تطلع لي مصل اخرى هاي انزاحت ويا هاي ابونوس مالتها وقت ابونوس من ابونوسز مالتها اوبليك وهاي اللي وراها ترانزفيرسس شويه كل شيء شو فيها راح لي ورا خلف الارتس ابدومناس سميناها ابونوس اوف اوف ترانزفيرس ابدومناس تمام يعني هاي النقطه الاولى ماشي تمام؟ شنو من الجوال اللي قبل؟ يلا شنو من الجوال اللي قبل؟ تفضل فري 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 احسنتي احسنتي شنو في ماستر المصل؟ اذا حكيناها تفضلي بارت اوف ايش؟ internal oblique fibers of internal oblique below a portion rolling around the spermatic cord يسموها cremasteric muscle for the cremasteric reflex اوكي طبعا هسه اكو شغلتين بعد احنا ما قلنا اياها ان شاء الله راح اقولها هسه ان شاء الله راح اضمن لكم اياها للمحتوى الجاي اللي هو اسمه نيجوالا الكلام ما نحكيها اليوم نحكي ريكتاس شيء شنو شعبي؟ قهوة شعبي شنو؟ ايه طبعا انت من شفت فلات؟ ابونوسس هو شنو ابونوسس؟ فلات تندم هو اسمه هالشكل اسمه فلات تندم ايه اسمه اقول لك انا شنو كوت؟ تقول شنو طويلة؟ هو يساوي كوت تمام؟ هنا في قضية معينة اكو الرجل ثلاثة العضلات ثلاثة كل الرجل اكو الدراسة صح؟ فتخيلوا ويا يا شباب انه الاكسترنال اوبليك هاي ومالتها البردة اسمها اكو الدراسة رقم واحد وجواها الانترنال اوبليك والبردة مالتها وياها وراح اوضح لكم هاي والترانزفيرس ابدومس اللي كل شيء جوه اللي هي هاي راحت مالتها نرجع هاي الترانزفيرس ابدومس وياها البرده مالتها
إذا عندنا ثلاث برقعات أو شراشف بسموها أو طول حتى زين تكون المسألة معلقيها أنتو بالاستجابة البردة. تخيل هالشكل أنت. واحد اثنين ثلاثة. الطول الأكبر الأولاني أبوظبي أفغانستان أوبلي. الطول الثاني أفغانستان أوبلي. الطول الثالث الترانسفيرس أبدومينس. طيب السؤال الترانسفيرس أبدومينس هاي شلون قاعدة بنص هاي البردات الثلاثة؟ سويتي لها جيم فتختلة. هاي الختلة شلون صارت؟ البردة الوسطانية أبوظبي اوف انترال اوبلي قصيناها مو قصيناها ابر لور قصيناها انتير بوستيريور يعني شرحناها اثنين هيك شرحناها شرحتين فصارت انتير لامينا وبوستيريور لامينا اوف ذا سيم انترال اوبلي ابر لورسس فصار عندي واحد ونص قدام يعني الطول الابيض مال الكسر اوبلي كليته زاد النصف الطول مال الانترال اوبلي صار لي قدام ان الركتس اللي هو هذا قدامكم واحد اثنين واحد ونص النص الثاني مال هذا خطيه صار لي ورد هلا اخرج معي اللي هو هذا صار نص مال الانتيرا اوبليك زائد وحده كامله طول اسمها ترانسفيرسس ابدومينس ابدومينس فصار واحد ونص لي قدام واحد ونص لي ورد صار عندي ختله هالشكل قاعده بيها ركتس ابدومينس من جهه اليمين ومن جهه اليسار يعني واحدة يمنى واحدة يسرى عندي تو ماسلز هذا البارت اللي صار او الفراغ اللي صار او الريسس اللي صار يسمونه ريكتس شيث ريكتس مورتس ابدومينس ريكتس شيث ذات كونتينز ريكتس ابدومينس طبعا ولا اشياء اخرى اللي هي ارتريز وماسلز وكذا بس خلينا نركز على هاي النقطة انه ذس شيث هاي دام شيء يعني هسه كونتينينج ذا ريكتس ابدومينس مصر باعوا واحد ونص لي قدامها واحد ونص لي وراها تمام زين ركزوا الله يخليكم على نفس البردات مالتنا هاي الثلاث بردات فوتوا هاي البردات وخروا الاولى والنص الثانيه مو انتوا شو قبلتوا داخل الفراغ اللي قاعد يدير تس ابدومينس اوكي وروحوا لاترالي بس من جوا انتوا مو شرحتوا اللاير هاي سويتوا اثنين الانترنال اوبليك برده مسوي كل اثنين فوتوا من هنا راح تحصلون منطقه ما تقدرون تروحون اكثر بعد منطقه الالتصاق مال طول عامله مو هي كانت اصلا وين عامله كانت ولا يا البرده مالت الانترنال اوبليك كانت ولا يا انا لما فتحتها ما فتحتها على طول الابدومنال الروح فقط منطقه الرتس ابدومنس اللي هي اماميه فراح توصل منطقه ترجع الطول عامله تلتحم من الماتات هي بالاساس بالخلطه موجوده. اوكي؟ فاصل عندي لاين اوف فيوجن. لاين اوف فيوجن، خليني اخركم هذا. هذا اللاين اوف فيوجن اللي هو هذا بالضبط. ترجع الامور كما كانت. بابل اكسترنال وبابل انترنال وبابل ترانزفيرس يعني ابرونوس تحداته لكل عضله من العضلات. هذا اللاين اوف فيوجن اوف لامينيشن لما يتفرق الى اثنين يسمونه لينير يعني لاين سيمي لونارس لان نوعا ما شكله هلالي لينير سيمي لونارس it is the lateral edge of the rectus sheath هو هذا الرectus sheath الفراغ لما يلتحمل مع بعض مره ثانيه التولى من مات الانتيرال اوبليك ابر نورسس وبالتالي انا اطلع خارج حدود الرectus sheath اصير ايش؟ اصير ابوليروسس او اكسترنال او انترنال او ترانزفيرس اللي رفع قبل شوي حكيناها بس بهذه المنطقه الانتيريور بارت يصير عندي هاي الترتيبات واحد ونص دقيقه قدام واحد ونص خلف الركس هذا البارت اللاترال ايج مالته يكون لاين اوف فيوجن سميناه لينيا سيميلونارس فهمنا؟ لا اللي هو lateral boundary of rectus sheath. طيب هاي lateral boundary طيب will be the boundary of rectus sheath. ما انا عندي rectus sheath ترى عندي اثنين عندي رايت وعندي ليفت هذا ليفت وهذا رايت. هذا الليد لاين سؤالي هل اذا افوت اصبعي من هنا اقدر اطلع هنا؟ الجواب كلا. السؤال لماذا؟ الجواب لان هناك شيء اسمه linear elbow
ليلة شنو ليلة؟ لاين ألبك شنو؟ ها؟ أبيض عافية الخط الأبيض وليس سموه أبيض؟ لأنه فايروس هذا بالتفكير لأنه فايروس ليش أنا أبيض؟ طب حتى أسمي ليلة ألبا؟ لا لأنه مدام نبي كل شيء لا هو مثل ولا نيرف ولا أحشاء ولا مثل فايبر فقط فايبرس تيشو فعبارة عن فايبرس تيشو من الأول للأخير يعني from here from the four process of sternum to the pubic surfaces اللي هي باللور portion هذا اللاين اسمه midline or linear elbow اللي contain nothing just fibrous tissue اللي هي الأبر نيروسيس مع الجهة اليمين تابع على جهة اليسار مع الجهة اليسار تابع على جهة اليمين والعكس صحيح إذن من لا الرفتس شيث is bounded by linear elba so we cannot pass under it to the left side والعكس صحيح ومن جهة اللاترال سايد من لا ولا من لا we have the line of fusion of the lamina of the aponeurosis of internal oblique اللي سميناه linear semilunaris إذن linear elba ولين سيمولارس هي حدود رفتس شيف ولا رايتس او ليفتس فهمنا؟ لا تفضل وحده ونص الوحده ونص تمام صح صح شنو الاشياء انت تتخيلين هسه اعتبري هذا اصابع الثلاثه هي البندة الأولى الأبونوزز الأولى باتجاه القدام الكسران أوبليك يغير طبعا بس عندها أقطع بالطريقة هاي وهاي الانترنال أوبليك أبونوزز وهاي الترانزرس أبونوزز تمام؟ أوكي؟ هاي فقط وحدة كاملة هاي صارت اثنين فالنص راح ويا القدام صار لنا فراغ والنص راح ويا الورا صار فراغ تنفتح تنفجر ما بقى شيء بالوسط يعني هي اللي هي الوسطانية صارت هيج وحدة قدام هاي الرفتس أدرس وحدة صارت ديوان فصار قدام الرفتس أدرس ما سوى طبقة ونصف من الطبقة مالت الانترنال وخلف المصل صار طبقة كاملة مالت ترانزفيرسس اللي هو كلش ونص جبت من هناك مالت الانترنال أوبليك فصار واحد نص واحد نص واضح سؤال very smart سؤال بس انا ما حبيت اتوسع لانه من هذا التوخر سالت سؤال يا دكتور جهه السيمولاريس هسه فهمنا والله تو لامينا وصار فيه فيوجن فاني ما اقدر اعبر لانه فيوجن هذا حد ناقص نفتس سبيس برا اني اسمي غير شكل اسمي ابلوبانوزيس يعني هسه سؤال شو اسمي هذا؟ ما اسمي ابلوبانوزيس أسمي posterior rectus wall غير اسمه هو صح متكون من apodrosis بس كل شيء بحسابه هنا أنا اسمي أنا اسمي wall مدام أنا ما قوى نصف فأنا مو apodrosis أنا غير شكل أنا صرت اسمي rectus wall فيا إما أنا واحد ونص دي قدام اسمي anterior rectus wall ويا إما أنا بالخلف اسمي posterior rectus wall متفقين؟ متفقين. هنا ايش دكتور ايش صار؟ ليش بدي اقدر اعبر عن الجهه اليمنى على الجهه اليسرى والعكس صحيح؟ ركزوا وياي. شافوا قدام شافوا قدام يعني اقصد قدام انتيريور تو ذا ركتس ابدومينس مصر هاي اكو طبقه ونصف ماشي؟ يعني اكو فايبرز تمشي فايبرز تيشو بيمشي ايش تيمشي مو؟ باتجاه المبنى من هذا يمشي وخلف لا وخلف المصل اللي هو نفس البوستيريور تشيف ايضا اكو بطبقه ونصف من الفايبرز تمشي بهذا الاتجاه ترانزفيرسلي اوكي ملايين من الفايبرز هذول من وصلوا لنا جماعه القدام وجماعه اللي ورا شو يسموا انفسهم؟ يسمونهم انترليسنج من بيكون يريف رياثة؟ رياثة يريف يجيب له خيوط ويدخلها أشقها ناس ويا ناس يعشقها حتى يقويها
حتى يقويها، اوكي؟ هسا انا اليوم الحاسه دي مالتي ام الطبابات او كلها اغلى طبابات حيطوا لي اياها ديدلاين. بس مو حيطوا لي اياها فيها طبعا يعني كتله ولا شنو. او لكم نفس النسيج نفس النسيج مالتها حيطوا لي، شو راح تسووا انتم؟ راح تفتحون هاي الطرفات كلها طلعوا لي الخيوط مالت نهايه القماش ومال هاي، اوكي؟ وتعشقون بيناتها. هذا الدخل له نص هذا وهذا الدخل له نص هذا. فهنا عندي لاين لينيا از العفو لينيا البا it is the site where the left fibers from anterior and posterior rectus wall interlace with the fibers coming from right side from anterior and posterior rectus walls. بمعنى ادق واوضح اقدر اقول لك انه ذاك رايت ركز ركز الله يخليك ركز الله يخليك ركز هذا المصري هذا الشكل واحد اسمه مصري اسمه ما اعرف روح عن بالي شيء اسمه فتحي شيء عالم مصري علامه مو عالم قال لقيت انه الرايت اكسترنال اوبليك مسل رايت تسوي انترليسنج اند كونتينوس وذ ذا ليفت الترانسفيرسس ابدومينس مصل. يعني اقدر انزع العضله كلها اطلعها برا تطلع عندي شنو؟ منها اسمها رايت اكسترنال اوبليك بس يوم اللي بقيتها اعمق وطلع صار عندك بالليفت سايد اسمها ترانسفيرسس. وين تعرف؟ وين تعرف؟ والليفت اكسترنال مصل الاوبليك اللي برا برا يوم اللي غاسة جوا فايتة وطلع وين؟ صار طبقة فايتة غاسة رايت ترانسفيرسس ابدومينس. هذا شو بيعطيك انطباع؟ أول شيء بديع الخلق. لو كان 40 بنخلي لك استمر وكبار عطتك استمر وانتهى الموضوع. مو متناظر؟ لا يقول لك حتى لما تخلص لك استمر تخلص وياها عطتها يلمسها. حتى تكبس على الابدومينال وول حتى ما تروح الابدومينال وول كل شيء تبقى الاحشاء جوا بس ما بقى اكو مقابلها تبقى قوة معادلة تسحب باتجاه البر وهاي باتجاه الجوا فيصير كبس على الابدومينال وول فيسموها دايجاستريك مصل شو دايجاستريك مصل؟ تعرفوا المفروض شو دايجاستريك مصل؟ يعني مصل بيها تو بويز بيها بوي وتندن وبوي هسه راح امثل لكم اياها هاي البول فليش بارت اوف الكسيرال اوبليك جهه الرايت وهاي التندن مالتين اللي هو انترويد التندن لحد هنا ثم صار في شنو الترانسفيرسس هي السكند بولي اون ذا ليفت سايد فصار عندنا تو بوليز وان انترويد ابوينوس اللي هو تندن صار دايجاستريك مصر اذا عمليه تقلص الابدمن ترى مو بس ماكو واحد يقدر يقلص الابدمن مالته بس يد اليمنى من دون اليسرى لا اكو تناسق بالاب ولا كانت الاحشاء راح وين راحت الاحشاء؟ زت راحت على اليسرى فتخلص اليمنى وحدها الاحشاء وين تروح تنهزم؟ تنهزم على اليسرى واذا خلصنا اليسرى بس تنهزم الاحشاء وين تروح؟ وما عندنا شنو عملنا لمعاه شو راح يمنى راح يسرى هذا مو صحيح فاكو دايجاستيك اكشن تتقلص البارت هذا القوي اللي هي تسير اوبلي بنفس الوقت تخش تتقلص حتى نبقى تناسق بين بالكونتراكشن فهذا سؤالك انه why we cannot pass below the linear elbow because there is a fibers passing there interlacing تتعشق وبالتالي هنا اكو كلوجر مغلق اكو رياضه اكو خياط الموضوع هنا وطبعا الليني البا شفتوا الصوره اليوم هذا بالشاكين خطيه بالنص او حول الامبلات وراجعين هذا من عوائل الان الطب من الطب احنا من التشريحيين اثبتنا هاي الحقيقه انه لينيا البا it is the site where all the fibers passing there انت من تبص انت قاس كل العضلات بس لو بص هنا ابص الجسر اللي دا امر بيه طبقه ثم افتح ثم طبقه ثم افتح ثم طبقه بينما اذا ابص من المدلعين بنفس القصه دا ابص الست طبقات الكستيرال اوبليك بكل تفاصيلها والانتيرال بكل تفاصيلها والترانسفيرسس بكل تفاصيلها فحذروا من الميد لاين انسجن ليش؟ لان هي قلبه ذا سايت اوف انترليسنج
of all fibers of upper neuroses of right portion muscles والليفت بورشن ماسلز. فخطورة مثل ما واحد اليوم انت مجموعة حبال اتخيل سايب هذا المضغة مع المضغة هاي تيبل وعليها 10 حبال ومن الجهة المعاكسة جاية 10 حبال كم حبل عندي يا سامي؟ 20 حبل متقارعات بالوسط العشرة صارت فوق العشرة فش صار عندي بالوسط هاي؟ صار عندي 20 حبل بس من اروح لاترالي عندي 10 من اروح ميديالي اخذ الجهه الاخرى عندي 10 فمن ابص اي من الدرانج ابص اي ابص ال 20 بس من اروح شوي لاترال اخف ابص 10 نفس الفكره لين قلبه از لاين اوف انترليسنج فبالتالي افويد تو دو ا ميد لاين انسيجنز الملاحظه اللي قلت لكم عليها تو بي ا جود سيرجن يشوف دوري الكتروني غيرنا هسه من المحاضره العمليه غيرنا فكره قلنا اتجاوزوا الميد لاين انسيجنز لانه هسه سالتها زي ليش مش فش طيبه وخلت ننجر نقول هاي المعلومه انه ليني هلا it is a line of interlacing not a line of insertions of aponeurosis we have no insertion here in the abdominal wall just we have attachments بالأبر باللور الى اخره خلص الموضوع العملي تمام تحتاجون تسوون ريفرشمنت لنفسكم تطبعون فيديوهات على الابدومينال وول اكو عندنا جزء موجود ان شاء الله نشوفكم اياها الاسبوع الجاي وممكن تشوفوا اكو عندنا سامبلز هنا موجوده بلاستيك ونفس هذه البرنامج ايضا موجود عندكم بال فيرتشوال تيبل ممكن تشوفونه اوكي دائما انا انصح الطلاب العمل الصح هو براحه شويه وبشويه نوع من الريلاكسيشن بس انه جدا مهم وقته تراجع بنظري تراجع بعملي تراجع بالشغله انت شايف في اليوتيوب هذا هو الوقت اللي يفيدك انا راح اغيب عنكم ربع ساعه او ثلث ساعه اكثر وارجع مره ثانيه اذا عندكم استفسار شيء ان شاء الله